بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين، اللهم آمين. تفسيرات ودلالات رؤيا الزرى في منام السيدة المتزوجة فهي كالآتي: ففي حالة إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها إنها تقوم بأكل الذرة، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير إلى إن تلك السيدة سوف تكون حامل في الأيام المقبلة، أي تشير إلى اقتراب موعد حمل هذه السيدة. أما في حالة إذا ما رأت السيدة إنها تقوم بأكل الذرة في المنام وكانت في الواقع مريضة، فإن هذه الرؤية تكون من الرؤى المحمودة، لأنها تبشر تلك السيدة إنها سوف تشفى في الأيام المقبلة وسوف تستعيد صحتها، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت السيدة في منامها الذرة المسلوقة، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير إلى إن تلك السيدة تبذل مجهود كبير في رعاية أولادها والاهتمام بهم، وكذلك سوف يكون أولادها بارين صالحين، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها الذرة، فإن هذه الرؤية تكون من الرؤى المحمودة أيضا، لأنها تشير وتبشر إن تلك السيدة سوف تتخلص من الهموم وسوف يزول عنها الحزن، والله أعلى وأعلم. أما في حالة إذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها إنها تقوم بأكل الذرة وكانت سعيدة وكان طعمه جيد، فإن تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير إلى إن تلك السيدة سوف تنتهي الخلافات التي كانت قائمة بينها وبين زوجها، وكذلك سوف يعود الاحترام والود بينها وبين زوجها، والله أعلى وأعلم. أما عن تفسيرات ودلالات رؤيا الحامل للذرة في المنام فهي كالآتي: ففي حالة إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها إنها تقوم بشراء الذرة، فإن تفسير ودلالة ذاك المنام يدل إن تلك السيدة سوف تلد في القريب أو تبقى على موعد ولادتها أيام قليلة، والله أعلى وأعلم. ورؤية الذرة في منام السيدة الحامل هو إشارة ودلالة إن تلك السيدة سوف تكون ولادتها ولادة سهلة بدون ألم ومعاناة، والله أعلى وأعلم. ورؤية الذرة في منام الحامل هو دلالة وإشارة إن تلك السيدة تحظى بالاستقرار النفسي بعد فترة من المعاناة والألم، والله أعلى وأعلم. أما عن تفسير ودلالة رؤية السيدة الحامل نفسها في المنام تقوم بأكل الذرة، فإن هذه الرؤية من الرؤى المحمودة، لأنها تشير إن تلك السيدة سوف تنجح في حياتها وسوف تكسب كثير من الأموال من عملها، والله أعلى وأعلم. وهكذا نكون قد سردنا عليكم أهم تفسيرات وتأويل رؤيا الذرة في المنام لابن سيرين. عسى أن نكون في نهاية الفيديو قد أفدناكم ولو بالقليل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.